ايش تسوي لهم دول؟ هروح دريش متأكد؟ هيعطوني اقعد اقرب والله نام يحسن لك لكن انجوي ذا جيم معهم خلاص ما تروح تقرب لوشن ولا تشتغل لوشن مع هدول انت صاحي؟ نو ميكس نو سينس ترستانا حتى ترستانا اي نيد تو جامب يو ترست مي عمر نو ترش حقك اول كان بطل الحين مع التيم هذا والله يا عمر انا قلت لك يا ها I said it once I'm gonna say it again I'm trying to remove the dust remove the dust why is it so hard it's okay I'm rusty as fuck يا اخي انت بتسالني انا بجاوبك do you trust me no انا ما قلت لك what do you think of my trish now do you trust me personally يعني اعرف استخدم ايتمات اعرف اجيب ايتم اعرف كيف اتحرك كيف انا اوري no امسك yes الفيل هوك yes بس اقل اعرف ايش اسوي بس بدك يعني يس بس هذول ياكلوا هذول تغلط معاهم خش كده انا شايف يعني فانا عشان كده ماني عارف فنورمالي يو وانت بيك تشامبيون ذات از مور سيف عندهم ديسنجيج الديسنجيج حق نامي احسن كثير واوقف ورايا ان يور جود يا واد ما عليك ما عليك دحين يقتلونا اه والله اذا عندنا دريفن ولوكس خلاص فك ذا ماب حاسس مو دريفن ولوكس دريفن وور على انفيد انفيد خلينا فيد فك عشان عمري تلت يلا اوميجالول ان بلاتوب اوميجالول هذا تنكتب ما تنقال الله يرحم لبك يا 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 اساتذه كان بنات بلو يا عم Is there a place for next game? No, we're full. Can I join you now? التحذير انك تغني له هي عارف لازم تويغنايت ابغى الفلاش ما كان احتاج تفلش بس يلا لا كان حدين انت كنت تاخذ الكل مو انا كان حيموت بالاغنايت كان حيموت بالاغنايت الفي تويت الاكزوست ما حيقدر يفكر نو هذا الجوست هذا ما دريت والله انا ريسيت انا ما دريت انا ريسيت انا خلاص هو ديد اديله اوتو تحت التاور ابقى اتس اوكي اتس اوكي عدت انا سويت الاكزوست عشان لو يسوي فلاش ما يقدر يفكر هذه ميزه الاكزوست يا عيال في بدايه الجيم حتى فلاش ما يقدر يفلش منك فلش يلاقيك فجاه ورا انت كيف وصلت بالضبط سبحان الله سبحان الله اخر راسك يا شيخ انا معي جزمه بم اها يا ولد والله يا بريد بعد يا انا اسبقك عند التور الاول يا ابن زبطت وانا وصلت اول معايا بوس وهو وصل قبلي ايش المرض ريش تو عمر 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 انا جالس اكتب معاكي دوب سوى الجوست تسحبو لا لا تسحبو اوكي مو جيب لي ريبوزيشن ريبوزيشن انيشيتيف فيلم ما معك يوم باقي معك هيلة معك هيلة يا الله ايش المعنى اس المنيون شو ذا منيون ثلاثة نروح نضرب على ثلاثة اوكي اوه روح اكتر 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 فلوس ترى قتل لي لا تمسخ الكلات يا مريض سايبه 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 وخذ صاحبك جني وانت ميت امشي قلت الكل الاول هو كان مع من جد يسوي لي ريسيت كان يسوي ريسيت لعمر خذ خذ انت هذا حقك هذا حقك ما تبي لا 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 والله اشيده وات اوكي قال نقدر تمام لا 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 بعدين بعدين داخل روح اقتله ما في هوب
هيجي هسوي الاكزوست. نايس براديوش ما باكيت ما عندي في شيل يا ريمبر لاست جاي خذك نص هيلث راح دبليو ان 3 مينتس ان 3 سكندز حروح على هذا يلا جاكس كان يكفر ذا سكور رجعت انت انضحك عليه يا تزعل ايش اسوي دحين جاتني خلاص ثقيل هكا اي وات هابن قاعد بيبني نايس عمر بني برودي انا ما ادري ليه فلشت اصلا ما ادري ليه خرجت كان باقي له اوتو واحد قبل ما يجي الهيل ادري لا خلاص انا قلت ماتت الاوتو قتلتها فروحت على الثاني شايفه نط هنا شايفه نط هنا هي النطه جت تحت يا يا على كذا شيل شيل يا شيخ تعال شوف حيبقى ارجع قلت عنده يا رب يفشخه يا رب يفشخه مات يا شيخ ينصر دين ابو اللي خلف امه ما ينفع الحماده بحاجه مريض مريض كذا الفلاش العجيب اللي سويته هذاك ابله انت يا واد قول له نط حرام مين قبل ما لو تجات هو بيسوي مسكين ولدي طيب وبعدين انا هذا سويا نايس فلاش ما حد شاف اجري 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 الله عليك الله يصبر جالس يضبطك من اول هو جايبه عشاني وانت اللي اشتهي انت ما تمسك ايش اسوي لك مسوي لي دوج ماستر من بدايه الجيم نفسي ابيع على ايتم اقسم بالله ابو كلب العيال هذول طيب ايش اسوي لهم ايش اسوي لك طيب ما تبي تمسك والفكره عشان الشامبيون بس انت عارف ايش تسوي خلاص يعني باخذ فلوس بمشي وات مات اهم شيء التبنيط اسف مات هذه تانكي مرة صراحة توقعت انها حتموت بس خلصت هو حسبت ريلي ضده ايش سويت؟ هذين دولتين اكشلي هذين دهارت ران ما عندي دامج رايح فروزن مالت صفا اوكي